كيف يقسم العبد على ربه؟ يقول يا ربي والله يا ربي لا يفعل كذا، ويكون كما قال أنس بن النضر: والله يا ربي لا تك... والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. في القصاص لم يكن اعتراضا، ولكن وبسرعة وافق أهلها على القصاص، عفوا، على قبول الدية.